السلام عليكم، أرحب بكم في قناة المطبخ المبسط. وصفة اليوم سهلة سريعة ولذيذة في نفس الوقت. سأقدم لكم كفتة بدون فرن تحضر في أقل من ربع ساعة، والأهم أنها لذيذة جدا. ونمر الآن إلى المقادير وطريقة التحضير، وفرجة ممتعة. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب أو لايك. إذا أعجبتكم القناة اضغطوا على زر الاشتراك أو سبسكرايب مع تفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالجديد دائما. وإذا أحببتم شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا جزيلا لكم. بالنسبة لكمية الكفتة أو اللحم المفروم تبقى على حسب الرغبة. أنا عندي هنا 0.5 كيلوغرام من اللحم المفروم، أضيف إليه بصلة متوسطة الحجم مفرومة وفصين من الثوم المفروم. أضيف نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو الإبزار، نصف ملعقة صغيرة من الكمون، أضفت ملعقة صغيرة ونصف من الفلفل الأحمر الحلو، والقليل من حبوب الكزبرة المطحونة تقريبا ربع ملعقة صغيرة. أضفت القليل من زيت الزيتون تقريبا ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وسأضيف تقريبا ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. للإشارة هنا أنا أضفت الزيت لأن اللحم المفروم عندي قليل الدسم، وكذلك كي أحصل على كفتة غضة وغير جافة من الداخل. أضفت كما لاحظتم ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الطرية المفرومة. أدمج هذه العناصر جيدا. ووضعت المقلاة فوق النار، أفضل أن تكون مقلاة غير ساخنة. وهنا بعد أن صارت المقلاة ساخنة سأضع القليل فقط من الزيت النباتي. وأبدأ في تشكيل كويرات من الكفتة. أضع كويرات كبيرة الحجم، أضغط قليلا فقط كما يمكنكم تركها دون أن تضغطوا عليها لأننا سنضغط عليها فيما بعد.
كما تلاحظون سأستعمل هذه الأداة للضغط على الكفتة أو اللحم المفروم. هذه الأداة تساعدنا جدا ونحصل على كفتة رقيقة ومطهوة جيدا من الداخل. يمكنكم استعمال أي أداة تشبه هذه الأداة تكون متوفرة عندكم في المطبخ. بعد أن تطهى أقلبها إلى الجهة الأخرى وأستمر هكذا حتى أنهي باقي الكويرات. إذا عندكم مثل هذه الأداة يمكنكم استعمالها أيضا، فهي تفي بالغرض، تضغط عليها أو على الكفتة بكل سهولة. وفي نفس المقلاة، هذا هو المرق الذي أفرزته لنا الكفتة. سأضيف إليه البصل مقطع إلى دوائر صغيرة أو إلى دوائر رفيعة على هذا الشكل. أضيف حبة واحدة من الطماطم مقطعة أيضا إلى دوائر رقيقة أتركها بالبذور، لا أزيل البذور. أضفت القليل من إكليل الجبل أو اليازير، يعطي نكهة رائعة لهذا الطبق. أضيف ربع ملعقة صغيرة من الزعتر والقليل من الإبزار أو الفلفل الأسود، والملح يبقى على حسب الذوق. دائما نتذوق الطبق في الأخير، إن احتجنا إلى الملح نضيف الكمية التي نحتاج إليها.
وللإشارة درجة طهو الطماطم والبصل تبقى على حسب رغبتكم. هناك من يفضلها مطهوة بشكل كبير، وهناك من يفضل طهوها قليلا فقط. وعاود إرجاع الكفتة فوق الطماطم والبصل، ثم أقدمها بالهناء والشفاء. يمكنكم تقديم هذا الطبق مع الخبز والشاي، وها هي وصفة لذيذة سريعة وسهلة التحضير. أتمنى أن تكون وصفة اليوم قد نالت إعجابكم. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.